أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن الكويت أوفت وبالكامل بالمبلغ الذي تعهدت به في مؤتمر المانحين الذي عقد في جنيف في شهر إبريل الماضي، والبالغ 250 مليون دولار. جاء ذلك عقب تسليم الغنيم الجزء من المبلغ والبالغ 50 مليون دولار إلى مديرة مكتب برنامج الأغذية العالمي كوكو يوشيامي، مضيفا أن هذه المساهمة تهدف إلى وصول المواد الغذائية إلى ما يقارب المليوني شخص في اليمن دون التمييز أو التفريق بينهم. وأوضح السفير أن الدعم الكويتي للمنظمات والصناديق والبرامج الأممية يأتي ضمن الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة لليمن هذا العام.